لا تكف سلطات الاحتلال عن تجديد الخناق على فلسطيني القدس من خلال اعتمادها سياسات تمييزية بحقهم، فقد قامت وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية مؤخرا بإطلاق منظومة مواصلات جديدة تسهل حركة المسافرين الإسرائيليين وتحرم الفلسطينيين من استخدامها. التفاصيل مع بشار صغير. تشمل المنظومة الجديدة التي أطلقتها وزارة النقل والمواصلة الإسرائيلية كل العناصر التي من شأنها تيسير حركة المسافرين في القدس ومحيطها، بما في ذلك خفض ثمن التذكرة وإتاحة استخدامها لجميع وسائل النقل ولفترات زمنية أطول. خطوة تبدو جيدة باستثناء شيء واحد، فهذا نظام لا يشمل القدس الشرقية. الفلسطينيون اعتبروا هذا الأمر عنصرية بحقهم، كما يتهمون الوزارة بعدم الإيفاء بواجباتها تجاه قطاع النقل في القدس الشرقية، رغم دفعهم ما يترتب عليهم من ضرائب حالهم حال الإسرائيليين. سكان القدس الشرقية أصلا ما بينتظروا من وزارة المواصلات عدل، وما بينتظروا من إسرائيل عدل، ولكن مفهوم هذا الاحتلال العنصري، وهذا راح يسويه دائما في كل نواحي الحياة في القدس الشرقية. وطبعا مس بالقدرات المالية للسكان، اللي هو أصلا وضعهم ضعيف. لا تقتصر المسألة على المواصلات، فلطالما اشتكى الفلسطينيون في القدس من سياسات يعتبرونها تمييزية بحقهم، كعدم تلقي الخدمات الكافية في البنية التحتية ومجالات الإسكان والتعليم، سياسات يعتقدون أن الهدف من ورائها هو تطهير القدس عرقيا من سكانها الأصليين.